هلا والله حبايب القلب، حبايب القلب اليوم معانا مو احمد ويزيد. طبعا حبايبي فكره اليوم كثير خطيره وكثير اكشن، بصراحه انا قاعد بصور وكثير خايف قلبي بدق، بس انا عشان معي مو واحمد ويزيد راح اقوي قلبي. حبايبي اليوم اقوى مقلب في بيسان تاريخ اليوتيوب الاكشن، جاهز للاكشن مو اكشن؟ والله انا بخاف الاكشن، يعني ما في اكشن هني، احنا ما نبي اكشن ولا نبي شيء. طبعا حبايبي احنا حابين حب اكشن اكشن أوكي. أكشن طبعا حبايبي اليوم راح يساعدوني الشباب مو لانا وبيسان ما بيعرفوا إحنا شو قاعدين بنعمل هسه حبايبي. إحنا على أساس بدنا نصور فيديو جديد وراح أحط الكاميرا وشوفوا شو راح أعمل في بيسان، راح يعني بدي أحاول قد ما أقدر أزعلها زعل كبير كبير كبير. الله يستر الله يستر. ليش بيسان زعل؟ بدي خليها تزعل. لا لا حرام عليك، لازم عشان يكون مقلب قوي. أنا زعل ما زعل كلكم كلنا أنا زعل. نشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني، لا تنسوا اللايك والاشتراك. نشوفكم بعدين، خلوه يزعلوا بس، أنا هو اللي يزعل بس. يلا نشوفكم بعدين، مع السلامة. أنا حابب أنا والله ها فيديوك يعني أنا مش هالفيديو بس ثابت. أنت الفكرة من فكرة مو فكرة مو هاي فيديو خطير يا جماعة. أنا ما عندي فكر في العالم يعني، أنا ما عندي. جاهزين؟ جاهزين جاهزين. مقصوص مقصوص. يزيد 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 يلا تعال احمد وراي، تعال معي يزيد، انت واجب مقصوص. تو هلا والله حبيب القلب. اوكي لانا يعني احنا معاك نضال. هلا والله حبيب القلب. يلا 1 2 3 هلا والله حبيب القلب. كيفكم اليوم حبايب؟ شو الاخبار معانا ما يو لانا بيسان يزيد احمد انس؟ طبعا حبايبي فكره اليوم كثير 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 راح تكون حلوه بتجنن. يس جاهز بيسان؟ حبايبي يي انا حاطه الكمامه. جاهز مو جاي علشان التصوير مستعده يعني؟ يلا شو بعمل؟ يلا فكره اليوم حبايبي اوكي يلا. فكره اليوم راح تكون كثير حلوه، راح نجيب حبل، راح نعمل حبايبي اليوم كثير. احكي لهم انا بدي احكي لهم الفكره، بنجيب حبل طويل وشقه غاد توقف شقه غاد نصير نسحب فيها ومي وزيك. تحدي حلو كثير، راح نجن فيه. بس شوي وقف تصوير. شو بسنة ليش مش حاطه مكياج؟ صدمه كبيره. شو مش حاطه مكياج؟ وجهك مش حلو عادي اليوم، ما حبيت احط مكياج. وجهك مش مو زي كل مره. شو يعني مش حلو كثير؟ شو مشكل؟ شنو السالفه؟ انه بدون ميك اب. مش لازم تحط مكياج؟ مزود ميك اب يعني. عادي. مكياج احلى. لا مش عادي، عادي. بالمكياج عادي. احلى. انا على فكره دايما في الماي عادي يعني، عادي هذا مي. ها في الماي لا تحط ميك اب. انا مش اول فكره، هو التحديات راح اعمل اكثر من تحدي. التحدي المي اخر شيء. مش حلو هي. خلص سويت فيديو، سويت فيديو. يلا يلا نكمل هلا. مش حلو الفيديو، مش حلو. لا لا لا، شوفي لانا مهلاها بالمكياج. شوفي لا عادي، انت حلو مكياج. لا حلو لا مسهلو مجنون. اي خلاص يلا يلا بسرعة. طب يلا بسرعة بتروح الشمس، بتروح الشمس، بتروح الشمس. خلنا نصور ميك اب مو ميك اب. يا اخوان ما حد يتدخل لو سمحتوا، بس انا حط المكياج. وجهك بقرف مش حلو. نعم انا عم تقلي وشي بقرف. انا احس ان اوكي اذا ما تبغون تصورون احنا بنمشي صراحه. والله مش حلو. لا 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 عدم نبي نصور. لا 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 خلها قاعدين تتضاربون يعني. لا لا حطي مكياج بس. انا حط مكياج. ما بدي احط مكياج. انت احلى انت بمكياج مو احلى بمكياج. الحين ما في شيء احلى. شوف لان حاطه انا سويت فيديو. خلاص خلاص لازم مكياج. ما بدي اصور نساكي من الفيديو. بدي تحطي مكياج بس. انت هيك بالطريقه عم تحكي. بالطريقه هاي انا بدي تحطي مكياج. طب نوص صوتك انت عم تحكي معي. ولك مالك حطي مكياج. ما دخلك فيني هاي شغلات بنات. ما دخلك فيه. حط مكياج. ما حط. انا صورة اوكي اوكي والله حلو. والله كل شيء مو انت عندك حلو. هي احلى بمكياج يعني. شوف كيف وجهه زي هيك. انا يلا ولا حمرا ولا مسكارة ولا ما شيء. ما في شمس، ما في شمس. اخي انا بيطلع بشعة. انت شو وجهك بقرف. وجهك بقرف. ليش قاعد؟ اي خلاص انا انت شو دخلك؟ انا حطيت ميك اب ولا لا؟ وجهك بقرف من غير مكياج. انا وشي بقرف؟ حطي مكياج. انت هيك عم تحكي معي؟ خلص اسكت اسكت. حلو حلو لا حلو. مو حلو. انت شو دخلك؟ انت شو دخلك؟ تحطي مكياج. بلاش نصور علي، بلاش نصور. يلا قومي خلص انا اصور. طبعا عن جد انت التصوير معك يعني مش طبيعي وما بديش اصور. تضرب انت وهالفيديو. ما بدي ماذا اهدول شغلات بنات.
ايد وجهك بقرف من غير مكياج. انت نزل ايدك وشي بجنن بدون مكياج ولا مكياج. ماني ناطره رايك ولا راي غيرك. مو حلو يا عمي. خلص بلاش نصور. وتعال نقعد. طفي الكاميرا. بدناش نصور خلص. بدناش نصور. بدناش نصور خلص يا زلمه. بدناش نصور. يزيد شوي بحكي. انا ما بدي انا ما عاد بدي اصور. لا انا ميك اب. انس الوقت راح. انس خلاص. انس خلاص. لازم تحط مكياج. خلاص ما في وقت نصور. صوروا بدي كل مره بتحط مكياج. حط انا ما اعرف شنو نفسيتك. عشان الفيديو عندي ما بدك تحط مكياج. ما اعرف شنو نفسيتك اليوم بس مو مال تصوير. خلص. طب ليش؟ خلاص. جد بحكي ليش ما تحط مكياج؟ ما في شوفي. ما في ولا شيء يا زيد. خلص بلا بل مكياج دخل. انت لا تأشر. خلص روح منه. ما بصور انا 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 خلاص انا ماشي. عندي تصوير. ايه. عندي شيء اشوفكم بعدين. شوفي لا انا حاطه مكياج مزبطه حالها. لا انا لا تتدخلي بالموضوع. جيبي مكياج. ليش بدك تعيطي؟ ورك فيديو حط مكياج. حلو حلو حلو. خلص بعدين مالك؟ ليش اصور؟ بدك تعالي شوي. والله ما بدي اصور. ضحكي معك إيدك. شوي ايدك عني. بدك تعالي. ليش بتعيطي؟ ليش بتدمعي؟ اقعدي. خلص بس قلت لك حطي مكياج. بيسان انا صريح معك. ما بحب اكذب عليكي. وجهك طالع مش حلو من غير مكياج. انت دائما بتكوني حلوه. اليوم مش طالع يعني مش بمكياج. مش طالع حلوه ابدا. خلص حطي مكياج. خلينا نصور الفيديو يلا. انا حلوه بمكياج وبدون مكياج. لا مو حلوة. لا حلوة. أنا شايفك مش حلوة. بدك ترد علي عشان أصور الفيديو. هاي مشكلتك. شايفني. طيب تعالي. لا ما بدي. تعالي بحكي لك. والله ما بدي أصور. خلاص. شو ما بدك تصوري؟ والله ما بدي أصور. ليش ما بدك تصور؟ عشان حكيت الصراحة. أنت بلا مكياج وجهك بيقرف. أوكي شكرا. خليكي نصور الفيديو. من ذوقك بعد. طيب تعالي. ما بدك تصوري. بسهل. مودي خلاص. مودي صار بقرف. شو وجهك بيقرف ومودك بيقرف صار كمان. ما بزبط. يلا قول. ايه ما بدي احطك. طب تعالي بعد عن ايدي. خلاص. وتصرت تعلي صوتك علي قدام العرب. طب احكي لي. ايدك شيل عني. يلا يلا بعد. خلص. طب تعالي بس انا اقعدي بحكي معك. اقعدي. خلص صوري من غير مكياج. خلص صوري. خلص صوري من غير مكياج. لا بديش من غير مكياج. انا اسف بس والله ما بعرف شو صاير. بس تعالي بتحكي معك شغله. بسان اقعدي. اقعدي. تأمل. لا. اوكي كل شيء عادي. احنا حبينا نعمل معاكي مقلب اكشن. امو احمد يزيد. انا مالي خاص ترى والله. انا ما تدري. انا معانا بالمقلب. انا ضايع. اخر فيديو انا ما بصور ويا ناس. بصور ويا بيسان عقب هاي الحركات صراحه. شو رايك؟ انا ما بعرف عربي. انا ما اتفق فيها. انا ابي امشي. انا ما بعرف عربي. والله انا فاهم. لا والله انا استحاله. كنا بلشت وراح تشوف البدايه وكل شيء واحنا فاتحين الكاميرا وعزاز انه تضايق. شوفي انا اسف بس انا صح. انا اسف. هذا مقلب. انا مقلب كثير سخيف بس جرحني بالكلام. جرحك سخيف. انا اسف. كثير جرحتني بالكلام. انا اسف. الحمد لله الله وفقنا وقدرنا ندخل وياك. ما شاء الله. سامحتيني. خلص من قلبك. وانت بتجنني وانا دائما بحكي دائما بحكي مكياج. اسف على المقلب. بتعرف ما بحب ازعلك بس لانه مضطر لانه فيديو. مضطر. اسال مضطر. مو كم لايك بدك هذا الفيديو يوصل؟ هالفيديو خلاص ما في لايك. كفو. لا 100,000 لايك صح؟ 300,000 لايك. 300 مو حكى 100,000. لا انا كم لايك الفيديو توصل؟ 1 مليون. لو وصل مليون لايك انت استفزني. قول لي يطلع بدون ميك اب. قول لي هالشيء. كم لايك لك هذا الفيديو وصل؟ 200. كفو والله كفو. 200. 220,000. انا 220,000 ديسلايك. كم حرام. شوف اذا راح احطكم لايك ديسلايك. اذا وصلتوا 500,000 ديسلايك انزين. بيسان كم لايك وصل هذا الفيديو؟ حبايبي وصلوا هذا الفيديو 300,000 لايك. لا انا اقول لك اكثر واحدة حكت وصلوا لنا حكت مليون. حبايبي ردوا لا تردوا على حد فيهم. ردوا على لنا لانه حكت مليون لايك. وان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم. وهيك وصلنا نهاية الفيديو. وصلوا هذا المقطع. تا
300,000 لايك على جول اتصال. لا 220,000 احسن. لايك 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 وانا انا اسف بسان على اللي عملته فيكي بس مضطر اعمل هيك مقلب ويكون قوي. وحبايبي كل قنوات الشباب والصبايا في الوصف اشتركوا بقناتهم وانتظروا كل جديد وصلوا 300,000 لايك وشوفوا استنوا المقلب اللي رح اعمله فيه والله لجننه.